نفت وزارة المالية ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اجتماع لجنة الدعوم وإلغاء جميع الدعوم المالية والخدمات المجانية والتي تقدمها الدولة للمواطنين اعتبارا من مطلع العام القادم ودعت الوزاره الى متابعه الاخبار من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مصادرها الموثوقه واشارت ايضا الى انها تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه تجاه كل من يروج اخبارا غير صحيحه